العربي اليوم من التلفزيون العربي في لندن وفيه. اليمن اتفاق الرياض في مهب الريح، المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا يوقف مشاركته في تنفيذ الاتفاق. اتهامات للانتقالي بالهروب من تنفيذ الشق العسكري واشتباكات عنيفة في أبيان. صراع على حقول الغاز شرقي المتوسط، أردوغان يرفض تقديم أي تنازلات ومناورات عسكرية أوروبية قرب جزيرة كريت، واجتماع مرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. تفاهمات جديدة بين إيران ووكالة الطاقة الذرية، السماح للمفتشين بدخول موقعين نوويين. طهران تشترط الالتزام أو التزام الوكالة بالاستقلالية والحيادية والحفاظ على سرية المعلومات. تجددت الاشتباكات بين القوات الحكومية في اليمن والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا عند تخوم مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبيان، وذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية تابعة للانتقال من مدينة عدن. الاشتباكات اندلعت فجر اليوم بعد تعليق المجلس الانتقالي مشاركته في مفاوضات تنفيذ اتفاق الرياض، معللا قراره بعدم التزام القوات الحكومية بوقف إطلاق النار. من جانبه عد محافظ المهرة محمد علي ياسر تعليق الانتقال المشاورات في نهاية المدة المعلنة من السعودية هروبا من تنفيذ الشق العسكري بحجة ما سماه شعارات ومبررات سخيفة. شكرا لكم يا سيدي يا صاحب السمو. انتكاسة جديدة يتعرض لها اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا. الانتقالي علق مشاركته في الاتفاق معللا ذلك بمجموعة من الاتهامات وجهها إلى الحكومة. رسالة بعث بها إلى السعودية باعتبارها راعية الاتفاق تضمنت 7 بنود قال إنها أسباب التعليق، بينها أسباب خدمية ومالية، غير أن أهمها قيام قوات حكومية بخرق الاتفاق 350 مرة. واتهام أطراف محسوبة على الحكومة اليمنية بأنها استعانت بتنظيمي القاعدة والدولة للتحشيد عسكريا باتجاه المناطق الجنوبية. نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك برر التعليق بأنه ضرورة تدفع باتجاه الالتزام الكامل بآلية تسريع اتفاق الرياض. بن بريك يشير إلى الآلية السعودية التي لم يمض شهر على البدء بتنفيذها، وبموجب تلك الآلية قدمت الحكومة استقالتها وكلف الرئيس عبد رب منصور هادي رئيس الحكومة المستقيلة بتشكيل أخرى جديدة يتم تقاسم السلطة فيها، وعين قياديا في الانتقالي محافظا لعاصمة الحكومة المؤقتة عدن. عندها تخلى حلفاء الإمارات عن إعلانهم الإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب. أبيان كانت حينها أهم المحاور الميدانية للآلية السعودية، حيث شددت على وقف المعارك وسحب القوات منها، غير أن المحافظة الساحلية نفسها شهدت اشتباكات بالتزامن مع إعلان الانتقالي تعليق الاتفاق، وسط أنباء عن مواجهات في منطقة خور مكسر بمحافظة عدن. استمرار المعارك في عدن وأبيان وسقطرة وغيرها من مدن الجنوب اليمني يجعل تحقيق اتفاق الرياض صعب المنال. في اليمن أيضا اقتحمت قوات سعودية منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان وسط تحريق مكثف لطائرات الأباتشي. ودفعت السعودية خلال اليومين الماضيين بتعزيزات عسكرية إلى المنفذ التابع لمحافظة المهرة. وكان مسلحون قبليون قد منعوا قبل أيام قوات سعودية قادمة من مطار الغيضة من الوصول إلى المنفذ وأجبروها على العودة إلى أحد معسكراتها في المنطقة. للمزيد ينضم إلينا من صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي. نبيل، دعني أبدأ معك بانسحاب المجلس الانتقالي من اتفاق الرياض وتجدد المعارك في أبيان، كيف هو الوضع الآن هناك؟
نعم جمال، قبل لحظات المجلس الانتقالي أكد بأن رئيسه وهو عيدروس الزبيدي أكد في لقاء بحلقة تلفزيونية من مقر إقامته في الرياض بالسفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون، وأكد على أنهم لا زالوا متمسكين بتعليق مشاركتهم باتفاق الرياض على اعتبار أنهم قدموا من قبل عدة خطابات للتحالف تحديدا الذي رعى الاتفاقية وللرياض تحديدا بأن هناك خروقات كبيرة من قبل القوات أو قوات هذه بما فيها وصول تعزيزات كبيرة إلى منطقة شقروة في اتجاه محافظة أبين جنوب اليمن، هذا بالإضافة إلى التصعيد المستمر من قوات هذه ناهيك عن عدم توفير الخدمات من قبل الحكومة أو حكومة هذه. هذه الأمور قال بأنهم لن يتنازلوا عنها ولن يتراجعوا عن تعليق مشاركتهم حتى يتم تنفيذ كافة الاتفاقات المبرمة بما فيها كذلك إعادة الكرامة حسب ما قال للمناطق الجنوبية وتحسين خدماتهم. يأتي هذا بالتزامن كذلك مع الاشتباكات التي تتواصل في محيط مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين بين الانتقال الذي وصلته تعزيزات كبيرة قادمة من مدينة عدن وكذلك الضالع، بالإضافة إلى القوات هذه المتمركزة في الطرف الآخر بين منطقتي الطرية والشيخ سالم، وهي التي تتواصل المعارك بين الطرفين بالأسلحة المتوسطة والثقيلة. إذن الأمور تتجه نحو الأسوأ في وقت لم تعلق لا حكومة هادي ولا الرياض على تعليق الانتقالي لمشاركته في ذلك، تصعيد آخر أيضا مع تصعيد حتى هذه اللحظة من قبل الأطراف في المحافظات الجنوبية تحديدا. نعم، تصعيد آخر أيضا على الحدود مع عمان في منطقة المهرة، وكنا تابعنا مظاهرات هناك تطالب بإخراج القوات السعودية، ماذا يحدث أيضا هناك؟ هو أنا لم أسمع السؤال جيدا، ولكن ربما تقصد أنت منفذ شحن الذي انتشرت قوات سعودية وهو على الحدود ما بين سلطنة عمان وما بين اليمن وتحديدا محافظة المهرة. كان هناك طائرات أباتشي وكان هناك قوات عسكرية انتشرت بشكل مكثف ومدرعات وصلت إلى هذا المنفذ البعيد عن شحن بقرابة أكثر من 150 أو عن الغيضة بقرابة 150 كيلومتر، وصلوا إلى المنفذ الكثير استهجن ذلك وأكد بأن هذا لا يعد إلا احتلالا سعوديا لأنهم يريدون تطبيق ما يريدونه بالقوة بإيصال الجهاز الفحص إلى هذا المنفذ الفاصل ما بين سلطنة عمان وما بين اليمن. حتى اللحظة لا زالت الأمور محتدمة وسط عدم رضا من قبل أهالي منطقة شحن تحديدا والمناطق الأخرى في محافظة المهرة من هذا التصرف السعودي الذي يأتي بالقوة من أجل فرض سيطرتهم. أنا كنت قد زرت هذا المنفذ والكثير لم يكن يقبل التواجد السعودي، خصوصا وأن هناك كان الكثير من المسطحات تصل إلى المدينة مدينة شحن من الصحراء التي كانوا يتمركزون فيها مقر قواتهم، لكن لم يكن هناك ثمة قبول. تريد السعودية أن تفرض وجودها في محافظة المهرة تحديدا وفي منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان على وجه التحديد. نبيل اليوسفي من صنعاء، شكرا لك. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تقدم أي تنازل في الدفاع عن مصالحها المرتبطة بالغاز في منطقة شرقي المتوسط، داعيا اليونان إلى تجنب أي خطأ يمكن أن يؤدي إلى خرابها على حد تعبيره. وجاءت تصريحات أردوغان بعد إعلان وزارة الدفاع اليونانية إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع فرنسا وإيطاليا وقبرص جنوب جزيرة كريت شرقي المتوسط. يستحضر الماضي لإيصال رسائل إلى خصوم الحاضر. لم يفوت أردوغان ذكرى معركة ملاذ كرد التي وقعت قبل أكثر من 9 قرون ليذكر الغرب أنهم لم يتعلموا من دروس التاريخ. يوظف الحدث برمزيته الكبيرة لدى الأتراك لتمرير موقف بلاده الصارم من التوتر الحاصل مع الجارة الخصم اليونان. ثمة نبرة تهديد باللجوء إلى كل الخيارات للدفاع عما تعتبره أنقرة حقوقها السيادية في البحار الثلاثة. تركيا أكتنز دادا عازمون على نيل حقوقنا في بحار المتوسط والأسود وإيجا. ليس لدينا أطماع في حقوق وسيادة أي دولة، لكننا لن نسمح في الوقت ذاته بالاعتداء على حقوقنا.
من أجل هذا نحن مصممون على فعل أي شيء سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا. أدعو نظراءنا للاتزان والابتعاد عن اتخاذ خطوات خاطئة تؤدي بهم إلى الهلاك. الصراع كله حول ثروات الغاز الكامنة في أعماق مياه شرقي المتوسط، أما على السطح فيبدو واضحا السباق لإظهار القوة. تعزز تركيا من وجودها العسكري ردا على المناورات العسكرية التي تجريها اليونان، تؤكد أنها باتت قوة لا يستهان بها وقادرة على الدفاع عن حقوقها. تركيا يعني على الرغم من التهديدات الكثيرة لها من جميع الاتجاهات، إلا أنها أعتقد بأنها قادرة على الدفاع عن حقوقها سواء في البحار المحيطة بها أو في حتى الدول المجاورة لها. مساعي الوساطة الأوروبية لا تهدأ. ألمانيا على خط الأزمة، تعرب تركيا عن استعدادها للحوار وحل الخلاف سياسيا، لكنها تتهم اليونان بعرقلة مسار الجلوس إلى طاولة المفاوضات. فرص التوصل إلى تسوية تبدو ضعيفة جدا، فالخلاف والعداء بين الطرفين جذري وتاريخي، ولن تتمكن عقود طويلة من المحاولات من ردم الهوة الآخذة بالاتساع شيئا فشيئا. تؤكد تركيا ألا تنازل عن الحقوق وترد اليونان بالمثل. هي حرب تصريحات واتهامات في ظل تحشيد عسكري ومناورات تشهدها مياه شرقي المتوسط المتنازع عليها، والخشية تكمن في حدوث صدام ولو صغر يكون شرارة تشعل مواجهة بين البلدين. عدنان جان، العربي، اسطنبول. لمتابعة آخر التطورات عن هذا الموضوع يبقى معنا من اسطنبول عدنان جان. عدنان، إذن تصعيد في اللهجة التركية، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهدد بالخراب في حال يعني حدث أي خطأ من قبل اليونان بعد المناورات العسكرية التي جرت الآن، ما الذي تحضره تركيا عمليا للرد على هذه المناورات العسكرية التي جرت؟ نعم رولا، بالتوازي مع المناورات التي تجريها اليونان بمشاركة فرنسا وإيطاليا وجزيرة قبرص اليونانية، أيضا البحرية التركية منذ يوم أمس وهذا اليوم أيضا تقوم بعدد من التدريبات العسكرية شرقي البحر المتوسط في رد مباشر على تلك المناورات، وهناك حشود من البحرية والقطع البحرية التابعة للجيش التركي تتواجد في مياه البحر الأبيض المتوسط خشية حدوث أي استهداف لسفن التنقيب التركية. التصعيد ما زال مستمرا من كلا الطرفين، وآخرها اليوم جاء على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي انتقد وبشدة الموقف اليوناني وقال بأن بلاده لن تتنازل عن حقوقها سواء في البحر الأبيض المتوسط أو البحر الأسود أو بحر إيجا، وقال بأن تركيا مستعدة لدفع أي ثمن للحفاظ على حقوقها، وهي في الوقت نفسه سوف تقوم بدفع الدول الأخرى ثمنا باهظا أيضا في حال قاموا بالاعتداء على سفن التنقيب التركية. قال بأن تركيا مستعدة على كافة الخيارات والاحتمالات من بينها الخيار العسكري والسياسي وأيضا الاقتصادي. ربما هذه اللهجة التصعيدية جاءت بعد زيارة وزير الخارجية الألماني مايك ماس يوم أمس إلى العاصمة التركية أنقرة، وفشل ربما المفاوضات في إجبار الطرفين التركي واليوناني للجلوس على طاولة الحوار، وربما هذا التصعيد الكلامي من قبل تركيا يأتي كرد على فشل جهود الوساطة الألمانية في نزع فتيل هذه الأزمة المتوترة والحاصلة بين أنقرة وأثينا. في حال فشلت هذه المفاوضات ولم يتم الجلوس إلى طاولة الحوار بين الأطراف المتنازعة، تركيا تقول بأنها ماضية قدما في عمليات التنقيب وسوف تواصل عمليات التنقيب في مناطق جديدة شرقي البحر المتوسط، لا سيما بأن المسؤولين الأتراك أعلنوا خلال الأيام القليلة الماضية عن وجود مؤشرات لاكتشاف احتياطيات من الغاز الطبيعي شرقي البحر المتوسط، وهو ما قد يدفع أنقرة أكثر للإصرار على مواصلة عمليات التنقيب هناك رغم الاعتراض اليوناني ورغم عدم التوصل إلى اتفاقيات حول الحدود المائية المتنازع عليها بين الطرفين. شكرا لك من اسطنبول عدنان جان. يرتفع توتر شرقي المتوسط بسبب النزاع على ثروات من غاز ونفط ومياه، توتر بين تركيا من جهة واليونان بدعم من حليفتها الساحلية مصر
من جهة أخرى. ويخشى أن يقود هذا النزاع إلى مواجهة عسكرية ليطفو على السطح، سؤال عن القدرات العسكرية لهذه الدول. في ظل التوتر الحاصل شرقي المتوسط، بدأت لغة التصعيد العسكري ترتفع بين تركيا واليونان ومصر. في ترتيب الجيوش العالمية وقوتها العسكرية، يحتل الجيش المصري المرتبة التاسعة من أصل 138 دولة، فيما يوجد الجيش التركي في المرتبة 11، أما نظيره اليوناني فيحتل المرتبة 33 على القائمة بحسب آخر إصدارات موقع Global Fire Power الذي يعنى بالقدرات العسكرية. فيما يتعلق بالقوة البشرية، فيوجد 440 ألف جندي في الخدمة في الجيش المصري، بينما يضم الجيش التركي 355 ألف عسكري، أما اليونان فيضم جيشها 200 ألف جندي. قوات الاحتياط المصري أيضا تتألف من حوالي 480 ألف عسكري مقارنة ب 380 ألف جندي بالنسبة لتركيا و 550 ألف جندي لدى اليونان. على صعيد القوة البرية، تمتلك مصر 4295 دبابة، بينما لدى تركيا ما يقدر ب 2622، أما اليونان فلديها 1355 دبابة. أما القوة الجوية، تغطي مصر وتركيا الجو بعدد العتاد نفسه، فيما يبدو أن قدرات اليونان تقدر بنصف ما يملكه كل من هذين البلدين، غير أن مصر تتفوق بعدد المقاتلات، حيث تمتلك 313 مقاتلة مقابل 206 لتركيا، فيما تستحوذ اليونان على 187 مقاتلة. القوة البحرية أيضا بين هذه الدول تختلف. الجيش المصري يحوز على ضعف عدد القطع العسكرية البحرية التي لدى نظيره التركي، إذ تمتلك مصر 316 قطعة مقابل 149 قطعة لدى تركيا، فيما تتوافر لدى اليونان 116 قطعة بحرية فقط. وفي الوقت الذي لا تمتلك فيه تركيا واليونان أي من حاملات الطائرات، فإن الجيش المصري هو الوحيد من بين الدول الثلاث الذي لديه القدرة على دعم قواته الجوية والبحرية معززا بحاملتي طائرة. لكن الجيش التركي يتفوق على نظيره المصري بعدد الغواصات، فتركيا تمتلك 12 غواصة مقابل 8 لمصر، أما اليونان فلديها 11 غواصة. يتفاوت أيضا الإنفاق العسكري بين هذه الدول، فميزانية الدفاع التركية تقدر ب 19 مليار دولار، أما مصر فتخصص 11 مليار دولار، بينما تقدر الميزانية الدفاعية اليونانية بنحو 5 مليارات دولار فقط. أكدت إيران موافقتها على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول موقعين، أحدهما في أصفهان والآخر في العاصمة طهران. جاء هذا التأكيد في بيان مشترك بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وشدد البيان على شرط طهران بالتزام الوكالة بالاستقلالية والحيادية والحفاظ على المعلومات السرية مدخلا أساسا للتعاون والثقة بين الطرفين. يأتي هذا مع اختتام الزيارة التي أجراها رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، حيث التقى الرئيس حسن روحاني ومسؤولين إيرانيين. تحقق لكل طرف ما يريد، الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران. مفتشو الوكالة سيدخلون إلى موقعين طلبوا التحقق منهما. طهران انتزعت من الوكالة موافقة بعدم وجود مزيد من الطلبات بالوصول لمواقع أخرى. تعزز إيران اتفاقا نوويا ينازع، وإذ يتعرض لمزيد من الضربات الأمريكية، يطالب الرئيس الإيراني مدير عام الوكالة بتوضيح أهمية الاتفاق للعالم.
الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرضي الطرفين، وعليها العمل وفق الأطر الحقوقية والتقنية بعيدا عن التسييس، وهذا ما أكدنا عليه. في زيارته الأولى إلى طهران، عرف رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سياسة حائكي السجاد الإيرانية، مفاوضات مضنية أنهاها الإيرانيون لضيفهم في متحفهم الوطني، جولة تعرفه بالإيرانيين أكثر ربما، لكن ما يعنيه أكثر جولات للمفتشين برمجت لموقع شهر رضا في إصفهان وآخر قرب طهران، جولات تقنية تزيد من الأعين المفتوحة على برنامج إيران النووي، وتزيد أيضا من استثمار إيران السياسي لها. التوتر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية جاء بضغوط أمريكية في إطار سعيهم لتمديد العقوبات على إيران وتدمير الاتفاق النووي، لقد فشلت ضغوطهم القصوى. تشدد إيران على استقلال ومهنية الوكالة، وتتمسك الوكالة بالتزامها بهما. لا ينفي مديرها العام ضغوطا يتعرض لها، لكنه يقول إن الاتفاق النووي إنجاز كبير، وهذا يكفي طهران. من مجلس الأمن الدولي إلى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحاول إيران مواصلة تصديها لضربات الإدارة الأمريكية للاتفاق النووي، ضربات يتوقعون هنا أن تزداد شدتها مع ازدياد التنافس في الانتخابات الأمريكية. حازم كلاس، العربي، طهران. يبقى معنا من طهران مراسلنا حازم كلاس. حازم، كما بدأت التقرير قلت تحقق لكل طرف ما يريد، هل كلا الطرفين اليوم على وفاق، وما حصيلة هذه الزيارة، زيارة غروسي إلى إيران؟ تماما جمال، يعني بالأمس كنا قد قلنا بأن كل طرف أسمع الآخر ما يريد، ومن الطبيعي أن نصل إلى هذه النتيجة، أن يتحقق لكل طرف ما يريد. الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت مصرة طوال الفترة الماضية منذ أكثر من شهرين على ضرورة وصول المفتشين الدوليين إلى موقعين تريد التحقق منهما ومن الأنشطة فيهما، وتحديدا هما موقعي شهر رضا في إصفهان وموقع آخر قرب العاصمة طهران. هذا التحقق الذي تريده الوكالة كان مبني على معلومات استخباراتية قدمتها إسرائيل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتبنتها الترويكا الأوروبية، بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وعلى إثرها كان هناك القرار الأول منذ عام 2012 ضد إيران، والذي يطالبها بتسهيل مهمة المفتشين. مشكلة طهران كانت هي مع مصدر المعلومات، تقول بأنه لا يجوز أن نسهل وصول المفتشين بناء على معلومات استخباراتية لدولة لا نعترف بها وهي إسرائيل. والنقطة الثانية هي أنها تعتقد بأن كل الملفات السابقة، ما تسميها بالباست إيشوز أو الملفات القديمة، كلها أغلقت مع الاتفاق النووي ولا يجوز فتحها مجددا. لذلك كانت هذه المفاوضات المضنية، زيارة استمرت 3 أيام للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، سمحت من خلالها للمفتشين بالوصول، وتم تحديد المواعيد لذلك مقابل أن يتم إغلاق هذا الملف بالكامل، وهذا ما جاء في البيان المشترك الذي صدر عن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا الاتفاق وهذا البيان المشترك لاقى أصداء سريعة تحديدا في الدول الأوروبية. هيلغا شميت مساعدة منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي غردت قبل قليل وقالت بأن أخبار جيدة تأتي من طهران، خاصة أنها سترأس في الأسبوع المقبل اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي. وكذلك روسيا غرد مندوبة وسفيرة الدائم في فيينا بأن هذا يؤكد بأن الحوار مع طهران هو ما يوصل إلى نتيجة. شكرا. وليس الضغوط القصوى. حازم كلاس من طهران، شكرا لك.
إلى لبنان، حيث أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت مذكرات توقيف بحق 4 مسؤولين. من بين الموقوفين مدير العمليات ورئيس مصلحة الأمن والسلامة في المرفأ، ليصل بذلك عدد الموقوفين على ذمة التحقيق في القضية إلى 16 شخص. إلى ذلك أكد البطريرك الماروني إبشار الراعي أن دعوته إلى تحييد لبنان ليست مرتبطة بأي أجندات خارجية، نافيا اتهامات وجهت إليه بالعمالة. وقال الراعي خلال جولة لتفقد أثار الانفجار إن مرحلة ما بعد الانفجار مغايرة تماما للمرحلة التي سبقت الحادث، مجددا دعوته إلى وضع اليد على السلاح المتفلت. اللي عنده تحفظ يعطي براهين مقنعة وقانونية ومنطقية، مش دغري كل ما الكوز بجربها نتهم الناس بالعمالة وعمالة. نحن واضحين بمفهوم الحياة، نحن كل قيمتنا ككنيسة كبطريركية وكبطريرك منقول الحقيقة البيضة الواضحة، مش مرتبطين بحدا لا من الداخل ولا من الخارج، أنه كرامتنا بترفض أي ارتهان أو أي ارتباط أو أي حساب أو أي تجارة مع أي إنسان. هاي كل قوة البطريركية. لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مراسلتنا جويس الحاج خوري. جويس، كيف تم التعاطي لبنانيا مع هذه التوقيفات الأخيرة التي حدثت، وإضافة إلى التعاطي أيضا مع تصريحات الراعي وحديثه عن تحييد لبنان؟ كما ذكر البطريرك الراعي رولا، هناك من يؤيد هذا الطرح، طرح الحياد، ويقول أن هذا ما هو مطلوب منذ الأساس، خصوصا وأن الأمم المتحدة كانت قد تبنت ورقة في السابق أعدها الرئيس الجمهورية السابق ميشيل سليمان فيما يتعلق بموضوع النائب النفس والحياد، مقابل أطراف أخرى تعتبر أن هذا هو بمثابة خيانة للبنان، وهو صوت يعني ممتد ربما للجانب الإسرائيلي الذي يريد نزع سلاح حزب الله، علما بأن البطريرك أوضح بأن كلامه عن حزب الله أتى في سياق الحديث عن اتفاق الطائف وليس بالتحديد ما يجري اليوم، ولكن اليوم عاد وكرر بأن هناك مخازن أسلحة موجودة بين الأماكن المباني السكنية، وبالتالي على الدولة اللبنانية وضع اليد على هذا السلاح المتفلت. إذن انقسام في هذا الملف كما هو الحال في ملفات أخرى فيما يتعلق بموضوع الاستراتيجية الدفاعية وسلاح حزب الله في لبنان، هذا من جهة. فيما يتعلق بالتحقيقات، هذه التحقيقات لم تصل إلى ما هو مطلوب منها بحسب ما يقول الشارع اللبناني. المطلوب التوسع بالتحقيق للوصول إلى الأشخاص المتورطين فعلا في هذا الملف، وعدم تقديم الإداريين ككبش محرقة في هذا الملف، وأن تبقى الرؤوس الكبيرة كما يقولون خارج الملاحقة القضائية، خصوصا وأن حتى هذه الساعة رؤساء الأجهزة الأمنية، يعني هنا المخابرات ويعني غيرها، لم يتم التحقيق معهم باستثناء مدير أمن الدولة. أيضا الوزراء السابقين ووزراء الوصاية على المرفأ لم يتم أيضا التحقيق معهم بذريعة أن هذا القضاء غير معني أو غير مختص، وهناك محاكم خاصة لمحاكمة الوزراء والنواب، ولكن حتى هذه الساعة لم يتم وضع أي آلية للاستماع إلى هؤلاء، وبالتالي حصر التحقيقات أو التوقيفات بإداريين ليس كافيا بالنسبة للبنانيين. شكرا لك من بيروت مراسلتنا جويس الحاج خوري. في شأن منفصل، أقر المجلس اللبناني الأعلى للدفاع تمديد تفويض عمل قوات اليونيفال على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وقرر المجلس رفع شكوى لمجلس الأمن بشأن الاعتداء الإسرائيلي على الجنوب اللبناني مساء أمس. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قصفت نقاط مراقبة لحزب الله قرب الحدود مع لبنان ردا على إطلاق نار من الجانب اللبناني، فيما توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برد وصفه بالقوي في حال حصول هجمات جديدة. لبنان، ترقب على الحدود. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يهدد الدولة اللبنانية ويلوم حزب الله، ووزير أمنه بيني غانتس يتوعد لبنان بضربة عسكرية شديدة. أما بيروت فتعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن. استمع المجلس إلى عرض قدمه قائد الجيش عن الاعتداء الإسرائيلي المدان.
الذي وقع ليلة أمس على الحدود الجنوبية، وتقرر تكليف وزير الخارجية والمغتربين تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بهذا الصدد. كذلك تم التطرق إلى تجديد تفويض قوات اليونيفيل في الجنوب، وقد تم التأكيد على أهمية وضرورة تجديد التفويض من دون تغيير في المهام الموكلة لمدة سنة إضافية، بالاستناد إلى القرار الذي سبق وصدر عن مجلس الوزراء. بيان للجيش اللبناني أكد إطلاق إسرائيل 117 قذيفة مضيئة ونحو 100 قذيفة تسببت في اندلاع حرائق وأضرار مادية في عدة مناطق. هذا بيتنا هون، هذا بيتنا ومحلتنا هون، شساحة ونصف فزة بدون انظار ولا أي فيش، ما في شيء نهائيا. شفنا شلون القذائف بلشت تنزل، مضيء أول شيء مضيء، بعد شوي بلشت القذائف تنزل عشوائي داير من دار حول البيت، وبلشت الحريق هون هاي المنطقة. حتى في قذائف بقول لك قذائف مضيء، في قذائف مش مضيء، منا قذائف للإضاءة فسفورية، ومنا قذائف انشطارية وغيره. رئيس بعثة اليونيفيل التي تنفذ مهمة مراقبة الحدود اللبنانية الإسرائيلية فتح تحقيقا عاجلا في التوترات الأخيرة، ودعا الطرفين إلى التعاون الكامل معه للمساعدة في تحديد الحقائق وضبط النفس وتجنب أي عمل استفزازي من شأنه أن يزيد من تصعيد التوترات. إسرائيل كانت قد دعت الأسبوع الماضي مع اقتراب تجديد مهمة هذه القوة المرتقب الجمعة إلى إصلاحها، واتهمتها بالانحياز وعدم الكفاءة. في المقابل رأى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب أن من مصلحة دول العالم أن يتم تمديد عمل القوات الدولية العاملة في الجنوب من دون تعديل. التصعيد الأخير يأتي بعد إعلان حزب الله نهاية الأسبوع الماضي إسقاط طائرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية، وتهديده برد عسكري على إسرائيل بعد اغتيال أحد عناصره في غارة على دمشق قبل نحو 3 أسابيع. تتابعونا في العرب اليوم بعد قليل. بومبيو يزور البحرين والإمارات في ختام جولته الشرق أوسطية بهدف تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية. أهلا بكم من جديد. يحيي الفلسطينيون الذكرى 6 لوقف إطلاق النار الذي وقع برعاية مصرية في 26 من أغسطس عام 2014. ومنذ ذلك الحين لم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بإجراءات رفع الحصار التي نص عليها الاتفاق. كأن التوتر قدر غزة وسكانها. البالونات الحارقة آخر أدوات الشبان للتعبير عن غضبهم على استمرار الحصار، تدعمهم حماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى. ترد إسرائيل بفرض طوق بحري وبري، سلوك تكرر عشرات المرات خلال 6 سنوات مضت، ترى فيه جهات حقوقية عقابا جماعيا بذرائع أمنية. أتت اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في وقت الحرب وليس السلام. ما هو حادث من حصار هو بكل معايير والمقاييس استهداف 100% للمدنيين. حركة حماس تقول إن التوتر المستمر مرده إلى مماطلة الاحتلال وضعف دور الوسطاء الذين تجاوزت زياراتهم للقطاع عشرات المرات. كان مفترض يكون دور الوسطاء أقوى من ذلك بحيث يفرض قوة على الاحتلال في موضوع الالتزام، يعني موضوع الالتزام بالتهدئة. صراحة إسرائيل لم تلتزم بنسبة كبيرة جدا، لا في موضوع إدخال المشاريع الدولية ولا في موضوع العمال ولا في موضوع المستشفى على الحدود ولا في موضوع فتح الباب أمام الصادرات. تركة ثقيلة خلفتها الحرب قبل 6 سنوات إلى جانب الخسائر البشرية. المنظومة الصحية الهشة تضعها إسرائيل ضمن حسابات أمنية، فلا تستجيب لمطالب المنظمات الدولية بفتح طريق لدخول المساعدات الطبية والوقود، فيمسي القطاع سجنا موصد الأبواب. تربط إسرائيل عودة الهدوء إلى غزة بإعادة جنودها الأسرى لدى فصائل المقاومة، وهنا ثمة من يقول إن إسرائيل تضع تخلي المقاومة عن سلاحها شرطا حتميا للتوصل لاتفاق تهدئة
طويل الأمد. باسل خلف، التلفزيون العربي، قطاع غزة. وفي أخبار كورونا، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إصابة 5 معتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بفيروس كورونا. مسؤول الأعلام في الهيئة قال إن الإصابات سجلت في سجن عوفر قرب رام الله، مضيفا أن عشرات المعتقلين أجروا الفحوصات وينتظرون النتائج. وفي غزة، أعلنت وزارة الصحة وفاة مواطن يبلغ من العمر 61 عام جراء إصابته بفيروس كورونا. وبحسب الوزارة، فقد ارتفع عدد المصابين بالفيروس داخل القطاع إلى 15 مصابا خلال 24 ساعة. وبهذا يبلغ عدد المصابين بالفيروس في غزة 125 مصابا، تعافى منهم 72، فيما بقي 51 آخرون داخل مستشفى العزل لدى معبر رفح البرية. أعلنت الحكومة الأردنية تمديد ساعات حظر التجول في جميع المحافظات على خلفية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلي إن الحظر يبدأ الساعة 10 مساء للمنشآت والساعة 11 للمواطنين حتى 6 صباحا، مضيفا أنه سيتم فرض حظر شامل يوم الجمعة المقبلة في عمان والزرقاء. عودة إلى المربع الأول، ترتيبات جديدة سيضطر حازم لاعتمادها بعد تقليل الحكومة الأردنية ساعات التجول وتخفيض ساعات العمل للقطاعات التجارية بسبب تفشي كورونا من جديد. أنا باب رزق فاتح، ممكن بأي وقت بأي ساعة بأي دقيقة يفوت علي الزبون حتى يأخذ مني أي شيء أو يشتري مني أي شيء، راح يأثر علي طبعا. الساعة بتفرق معنا، النص ساعة بتفرق معنا، خصوصا أنه إحنا هيك راح نصير مضطرين نروح قبل بفترة كمان حتى نقضي حواجب بيتنا من المحلات الثانية. عادت مخاوف الأردنيين من عودة فرض الحظر مع تجدد الإعلان عن تزايد عدد الإصابات بالفيروس. بتمنى أنه ما نرجع للحظر يعني، ونعيش نتعايش معها زي باقي هالدول كلها يعني. الوضع الاقتصادي كتير صعب صار، والواحد يعني شفت أنت شو صار بالأزمة اللي مضت، أنه الواحد صار يتداين عشان يقدر يصرف على بيته. عواقب الحظر الاقتصادي في حال تم فرضه ستكون قاسية على البلاد التي تعاني أصلا من أزمة اقتصادية قبل كورونا. سيساهم إلى مزيد من البطالة، سيدفع إلى تقليص الناس لاستهلاكهم لكثير من المواد التي ستؤثر بالمحصلة النهائية على الناتج المحلي الإجمالي. الإجراءات الجديدة تتلخص في تقليل عدد الساعات المسموح فيها بحركة المواطنين ونشاط المنشآت ليلاً، وإغلاق مؤقت للمدارس والمرافق التعليمية والمساجد والكنائس والأسواق الشعبية على مستوى المحافظة التي قد تشهد انتشارا للوباء. بعد الانتعاشة التي عاشها الأردنيون إثر رفع الحظر، عادت الحالة الوبائية للمملكة، عودة تثير مخاوف القطاعين التجاري والصناعي اللذين لغاية هذه اللحظة يدفعان ثمن حظر التجول الشامل السابق ويحاولان تعويض الخسائر. ليت جبور العربي، عمان. بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع نظيره الإماراتي الصراع الليبي والتصدي لنفوذ إيران في المنطقة، وذلك خلال زيارة للإمارات. تأتي هذه الزيارة عقب اتفاق بوساطة أمريكية هذا الشهر أصبحت بموجبه الإمارات ثالث دولة عربية توافق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل. كما زار بومبيو المنامة وقال العاهل البحريني إن بلاده ملتزمة بمبادرة السلام العربية التي تنص على قيم دولة فلسطينية مستقلة مقابل تطبيع العلاقات. وكان بومبيو قد أنهى زيارة إلى الخرطوم أمس، أعلن إثرها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن الحكومة الحالية لا تملك تفويضا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وبعد وصوله إلى الإمارات بوقت قصير، مايك بومبيو يعود مرة أخرى إلى البحرين مغادرا أبوظبي من غير
أن يدلي بأي تفاصيل عن سبب المغادرة السريعة. للمزيد من التفاصيل والتحليل حول هذه الزيارة وهذا الموضوع ينضم إلينا من روما أنطونيو أوكيتو، باحث في مركز الخليج. أهلا بك سيد أوكيتو. بداية يعني جولة شرق أوسطية لمايك بومبيو لمجموعة من الدول التي كانت تحوم حولها فكرة أنها جاهزة مباشرة للتطبيع بعد قيام الإمارات بهذه الخطوة، ولكن بعد ردود الفعل التي تبعناها سودانيا وبحرينيا، هل يمكن اعتبار هذه الجولة فاشلة بالنسبة للمساعي الأمريكية أم هناك ما بعدها؟ إذن هذه بكل تأكيد بداية، كما قلنا بأن هذه هي زيارة تهدف إلى جلب المزيد من الدول العربية للوصول إلى صفقة أو اتفاقية مشابهة لما قامت به أبو ظبي مع إسرائيل اليوم. نرى بأن ردود الفعل قد كانت غير متوقعة مثل ما حصل في الخرطوم، ولم يكن هنالك انفتاح كما توقع بومبيو، ولكن في البحرين علينا أن نفهم بأن البحرين وقبل أن تقوم بأي قرار بهذا الصدد فإن الموضوع لا يتعلق بمقاربة الإمارات العربية المتحدة، ولكن أيضا بما تقرره جارتها المملكة العربية السعودية، والمملكة العربية السعودية ومنهجها حتى اليوم قد كان يتعلق بدعم مبادرة السلام العربية ولا يتعلق بدعم مسار مشابه لمسار أبو ظبي. وحتى الآن إن رد الفعل لم يكن رد الفعل الذي كان يأمل بومبيو بالحصول عليه، ولكن طيب. نتوقع نحن يمكننا أن نتوقع بأن الأمريكيين سوف يستمرون بعملهم مع هذين البلدين. طيب، ولكن الآن سيد أنطونيتو، ما هي أوراق الضغط التي تمتلكها الولايات المتحدة إذا ما بدأنا بالحديث عن السودان ورغبة السودان الآن في أن يزال اسمها من قائمة الإرهاب بالمجمل؟ إذن عندما يتعلق الموضوع بالسودان على وجه الخصوص فإن الأمر واضح، ونرى عندما تحدث مع الجنرال ومع حمدوك أيضا من المرجح أن نرى بأن بومبيو سوف يلعب ورقة إزالة السودان من قائمة الإرهاب من أجل دفع السودان للموافقة على الخطة الأمريكية في المنطقة، وبالتالي تطبيع العلاقات مع إسرائيل في المنطقة العربية، وقد تكون مبادرة أخرى من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تلعب الولايات المتحدة الأمريكية دور الوسيط أو دور الطرف الذي يضغط على غيرهم، وخاصة الآن على مثلا عبر لعب هذه الورقة مع إثيوبيا التي تشكل ضغطا على السودان ومصر وفقا لطبيعة العلاقات مؤخرا بين البلدان الثلاثة. ويمكن للدبلوماسية الأمريكية أن تقوم بالعديد من الأشياء للضغط على السودان من أجل الموافقة على الرؤية الأمريكية للمنطقة. إن إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سوف يكون مساعدة مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت الولايات المتحدة القيام بذلك. الأثمان المدفوعة مقابل هذا التطبيع، وخاصة إذا ما ذكرنا الآن الإمارات والخلافات التي يتم الحديث عنها مؤخرا بشأن رغبتها في الحصول على طائرات F-35، وهي ما يرجعه بعض المتابعون هي السبب بأنه ربما بقاء مايك بومبيو في أبو ظبي لم يتعدى الساعة أو الساعتين. هل سنشهد يعني خروج هذا الخلاف بشكل أكبر إلى السطح؟ حسنا، أعتقد أن هذه النقطة نقطة مهمة يجب أن نأخذها في الحسبان. فالإمارات العربية المتحدة قد بنت سمعتها في المنطقة على أنها حليف
أساسي قوي للولايات المتحدة الأمريكية وتقدم دعما عسكريا للقوى العالمية العسكرية، ولا يمكن لأي طرف آخر في المنطقة أن يقوم بالشيء نفسه. وصفقة شراء طائرات F-35 قد تكون من بين هذه الأمور التي يتفاوضون عليها. وكما قال الرئيس ترامب فإن الإمارات العربية المتحدة هي من الأطراف التي يحتمل أن تشتري هذه الطائرات، وذلك بناء على ما ستقوم به مع إسرائيل. ولكن مسار الأحداث وكيفية تطورها يدل بأن الإسرائيليين يمكن أن يخففوا من موقفهم في الأشهر القادمة ويسمحوا للإمارات العربية المتحدة، أو أن لا يعارضوا بيع الولايات المتحدة الأمريكية للإمارات العربية المتحدة طائرات F-35. ونرى بأن الإمارات تصر على تحديث جيشها، وأيضا الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية تريد أن تجد زبائن جدد يشترون أسلحة منهم، وهم طالما تلك الطائرات هنالك وطالما أن الإمارات العربية المتحدة مهتمة بشرائها فهذا سوف يكون أحد العوامل التي سوف تحدد الأمور في الأشهر القادمة. شكرا لك من رومو أنتونينو أوكيتو، باحث في مركز الخليج. عقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اجتماعا وزاريا لبحث تنفيذ مخرجات قمة عمان الثلاثية بين العراق والأردن ومصر، والتي دعت إلى تعزيز التعاون الثلاثي في المجالات الاقتصادية والسياسية بما يضمن استقرار المنطقة والسلام فيها. يأتي هذا الاجتماع في وقت تباينت فيه الآراء السياسية والشعبية بالعراق في مخرجات قمة عمان. النائب عن سياسة المحاور وتجنيب المنطقة صراعات الحروب وويلاتها، محاور تناولتها قمة عمان الثلاثية وركز عليها اجتماع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بوزرائه، محاور رأى فيها الكاظمي شروطا أساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، التركيز على البناء الاقتصادي، البدء بخط الأنبوب من حقول الجنوب إلى ميناء العقبة، المناطق الصناعية ستكون كفيلة بأنه ممكن يكون هذا النمو الصناعي أنه ممكن يضع ركيزة مهمة للسلام في هذه المنطقة. شروط ليست ضمن أولويات العراقيين الذين يتطلعون للنهوض بواقع بلادهم الاقتصادي. احنا البلد بحاجة إلى الوضع اللي موجود حاليا الراهن من وباء كورونا إلى تظاهرات إلى مسألة الطلاب هسه حاليا، وإحنا الاهتمام الداخلي أن يكون أفضل من الخارج هذا الموضوع. القمة أيضا مهمة ونتأمل بها خير، ولكن لازم أكو توازن بين ما يقدمه للداخل وما يقدمه للمحيط الإقليمي. البيان الختامي للقمة العراقية الأردنية المصرية أكد على تطوير التعاون الثلاثي في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والتجارة، تعاون يصفه خبراء الاقتصاد هنا بغير متكافئ. موضوع الاقتصاد مع هذه الدول اتصور محدود نسبيا، ممكن انه اذا دخلت دول اخرى ممكن يعني يكون الاستفادة اكبر، لكن بشكل عام انه هذا التكتل هو تكتل انفعالي اكثر مما هو تكتل حقيقي. ويبقى العراقيون بانتظار إفاء رئيس الحكومة بوعوده التي قطعها منذ توليه السلطة قبل اكثر من 4 أشهر، مدة شهدت كثافة في تصريحات رئيس الحكومة وتحركاته داخل البلد وخارجه، ولم يلمس رجل الشارع بعد نتائجها على واقعه المعيشي. كما ينتظر الشارع العراقي أن تتحقق ثمار قمة عمان الثلاثية، بأن تتجسد الاتفاقات والتفاهمات والمشاريع التي وقعت بمليارات الدولارات إلى واقع ملموس، لا أن تظل كسابقاتها حبرا على ورق. شفيق عبد الجبار، العربي، بغداد. قالت وزارة الري والموارد المائية السودانية إن مستويات نهر النيل هذا العام بلغت حدا كبيرا تجاوز ما تم تسجيله خلال 100 عام. وأشار وزير الموارد المائية إلى أن العمران والتنمية على ضفتي النيل أديا إلى ضيق مجرى مياه النهر، ونبه إلى أن
المناسيب في الخرطوم وشندي والنيل الرئيس بلغت مستويات قياسية قد تحدث فيضانات في مساحات على الضفتين. كل شيء تغمره المياه تقريبا في موسم الفيضان. مصطفى فوجئ بمياه النيل خرجت عن المجرى واجتاحت منزله الواقع بالقرب من الضفة. وكنا متوقعين أن تيجي درجة لأنه كل مرة بتيجي يعني هي شوية يعني سنجات كثيرة شديدة وعملت لنا ضرر كثير. كده ما شايف إنه المطبخ زاده شال وراح كله برا. الحمد لله طلعنا العفش اللي برا ومنه الحمام ذاته وقع. مستويات قياسية وغير مسبوقة. وزارة الري حذرت من زيادة كبيرة في كميات المياه الواردة من الهضبة الإثيوبية. محطة الخرطوم تجاوزت أعلى رقم مسجل خلال 100 عام الماضية بزيادة 11 سنتيمترا. وبحسب وزارة الري سيكون الوارد من المياه يوم الخميس في حدود 818 مليون متر مكعب من المياه. نتوقع حسب القراءات اللي هي من الأحباس العليا في زيادة في الارتفاع مثلا في الزيادة في الارتفاع. ونتوقع هنا احنا نتوقع تحصل كم 40. هواجس سد النهضة دفعت لجنة الفيضانات لنفي وجود علاقة بين السد والفيضانات المتوقعة. رغم حجز سد النهضة قرابة 5 ملايين متر مكعب من المياه، فإن مستويات نهر النيل في هذا العام جاءت أعلى مما تم رصده في فيضان عامي 1946 و1988 الشهيرين. وبحسب صور الأقمار الاصطناعية التي رصدت أمطارا في الهضبة الإثيوبية ستشهد المعدلات زيادة خطيرة في اليومين المقبلين. شيبة الحمد عبد الرحمن، التلفزيون العربي، الخرطوم. أفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن السلطات السعودية قطعت الاتصال بين عدد من أبرز معتقلي الرأي في المملكة وعائلاتهم. تصعيد قالت عنه الوكالة إنه يهدد بتوتر العلاقات مع الحلفاء الغربيين. من أبرز المعتقلين الداعية سلمان العودة والناشطة سمر بدوي. صمت معتقلو الرأي في السعودية فأصيبت عائلاتهم بالقلق. مدافعون ومدافعات عن حقوق الإنسان قطعت سلطات الرياض اتصالاتهم بذويهم. صمت يصم الأذان ويثير الريبة والشكوك وسط خشية عائلات المعتقلين من إصابتهم بفيروس كورونا، هكذا تقول شبكة بلومبرغ الإخبارية. أبرز هؤلاء سجين الضمير، الداعية السعودي البارز سلمان العودة المعتقل منذ عام 2017 الذي انقطع الاتصال به منذ مايو الماضي بحسب نجله عبد الله. الأمر ذاته ينطبق على المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان سمر بدوي والناشطة لجين الهذلول والأميرة بسمة بنت سعود ونسيمة السادة وأخريات. أوضاع حقوق الإنسان تدهورت كثيرا في المملكة في ظل ولي العهد محمد بن سلمان بحسب منظمات وهيئات دولية، وما أسهم في تدهورها بحسب مراقبين علاقات وثيقة نسجها ابن سلمان مع الإدارة الأمريكية وحصل على دعمها العلني في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. دعم أطلق يد بن سلمان لقمع معارضيه لكنه أثار نفور دوائر في الإدارة الأمريكية، فقد حث 4 أعضاء في مجلس الشيوخ يمثلون الحزبين الرئيس ترامب على العمل من أجل إطلاق سراح ابني سعد الجبير مستشار ولي العهد السابق محمد بن نايف. المنافس الديمقراطي جو بايدن دخل على هذا الخط واصفا السعودية بالدولة المنبوذة مهددا بمنع صفقات السلاح مع المملكة وملاحقة المتهمين بجريمة خاشقجي. يأتي هذا في وقت لا يبدو فيه ترامب آبها لحقوق الإنسان في السعودية بعد أن انتهكت تلك الحقوق في الولايات المتحدة. فما يهم ترامب اليوم هي عقود التسلح التي ينفق عليها ابن سلمان بسخاء. في أفغانستان ارتفعت حصيلة وفيات الفيضانات في ولاية بروان إلى أكثر من 100.
هذا وتستمر فرق الانقاذ في عمليات البحث عن المفقودين وانتشار الضحايا التي خلفتها الامطار الليليه المفاجئه والسيول الجارفه شمال العاصمه كابول. أمطار ليلية غزيرة وسيول جارفة مفاجئة شمالي العاصمة الأفغانية كابول، يودي بحياة الكثيرين من المدنيين بينهم أطفال ونساء، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض بحسب ما أعلنته السلطات الأفغانية. المتحدثة باسم حاكم ولاية براون وحيدة شهكار أفادت أن هطول كميات كبيرة من الأمطار ليلا على مركز الولاية أدى إلى تدمير قرابة 4000 منزل وتشريد أهلها. كانت هناك أسلاك شائكة على سطح منزل جاري، لقد قطعت ذلك وأردت اصطحاب عائلتي إلى السطح حيث كانت مياه الفيضان تتجه نحونا فقط لإنقاذ حياتهم، وفجأة دمرت مياه الفيضان كل شيء وأخذت عائلتي. 7 من أفراد عائلتي في عداد المفقودين ولا أعرف مكانهم. فيما تبقى هذه الأرقام غير نهائية ومرشحة للزيادة، الخسائر التي خلفتها السيول جسيمة، والأهالي والمسؤولون عن مركز ولاية براون يأملون بتحرك عاجل للسلطات الأفغانية لمد يد العون للمتضررين وإيجاد مأوى لهم. نختم العربي اليوم كالعادة بفيديو من منصتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أنا العربي. فيديو اليوم يتناول رحلة وليد الزيدي المرشح التونسي الكفيف لشغل منصب وزير الثقافة في حكومة المشيش الجديدة. بطلت نفسي على أن أكون جنديا من جنود هذا الوطن، من أي موقع يمكن أن ننفع فيه البلد وأن نخدم فيه تونس فنحن مستعدون.